till I need new shoes. Yeah, yeah. I said, يسعد صباحكم مشاهدينا. اليوم الخميس 5 أيلول 2013، منحييكم وين ما كنتوا عم بتابعونا بمختلف أنحاء العالم عبر شاشة الام تي في. نحن بلبنان نهارنا بعد مبلش، ولكن بتصور الوضع ممكن يختلف حسب وين عم بتابعونا. شو ما كانت الساعة عندكم، إن كنتوا عم تتصبحوا فينا أو إن كنتوا عم تمضوا فترة بعد الظهر برفقتنا، أو حتى إذا كنتوا عم تتمسوا فينا، نحن مشاهدينا دايماً متمنى لكم الخير ومندعيكم حتى تمضوا برفقتنا قد ما الوقت بيسمح لكم. مواضيعنا دايماً موجهة لكم، وبرنامجنا بيحلى أكثر لما بتتصلوا فينا من وين ما كنتوا عم بتتابعونا، بتسمعونا أصواتكم وبتشاركونا أفكاركم. حلقتنا اليوم من ام تي في الايف غنية بمواضيعها. رح أعطيكم لمحة سريعة عن اثنين من المواضيع اللي لفتوا انتباهي أو اهتمامي إذا بدكم. شو العلاقة بين التفكير والعافية؟ هالموضوع خليني أفكر، لما دايما منقول قد ما فكرت صار راسي يوجعني، هل في شيء اسمه تفكير صحي وتفكير غير صحي؟ ضيفتنا اليوم بفاملي زينة الأسود بتقول نعم، وراح تشرح لنا الفرق بين الاثنين، وراح تخبرنا كيف الطريقة اللي منفكر فيها ممكن تأثر على صحتنا النفسية. ومثل ما بتعرفوا كمان، نحن ببرنامجنا دايما منحب نسلط الأضواء على أشخاص مميزين بمجتمعنا، أو ممكن يكونوا أشخاص مثلي ومثلكم مشاهدين، أشخاص عاديين ولكن عاشوا تجربة مميزة أو قاموا بمشروع مميز، مثل ضيوفنا اليوم ببيناتنا. هن من حركة شباب صغيرة الزاوية، وقاموا بترميم الشوارع المؤدية لكنيسة سيدة صغيرة الأثرية، وصدقوني المشهد كان بالفعل رائع، وكانت مبادرة فردية من قبلهم. وقدي حلو لما بنسمع بمبادرات من هالنوع، وقدي أوقات بتكون دافع لنا حتى نتحرك وما نخضع للواقع اللي عايشين فيه. تفاصيل أكثر خلال حلقتنا. وهلأ بالبداية بدي أقول صباح الخير لا فادي اللي راح يرافقني بباركود اليوم. Good morning. Good morning رولا. كيفك اليوم؟ أنا منيح، أنت كيف؟ You're good. ماشي الحال تمام. أنا بعرف أنت دائما هيك بتحب تدعم وتشجع مبادرات من هالنوع، مبادرات لتحسين الأوضاع إن كانت الشوارع، المناطق أو على الصعيد الشخصي. لأنها ضرورية، هي قصص أبداً ضرورية. لتشارك. لو كانت بالمنطقة كنت شاركت شباب والصبايا اللي قاموا بهالأشياء. أنا كثير بحبهم هدول الأساس أصلاً. وأنا كمان. لأنه بالنهاية هيدي بتدل على قد إيه نحن حضارية بمجتمعنا أو بهالبيئة اللي عايشين فيها. ودائما بقول إذا الواحد ببلش بنفسه وبيتحرك قد ما كان صغير الفرق، المهم عم نقدر نعمل فرق. الفرق صح. شو رح نعمل فرق اليوم بحياة الناس من خلال أخبار باركود؟ في كتير أخبار رح مظبوط رح تقدر تعمل فرق. تنزل لعندك؟ يلا ناطرك. بحضر من هون؟ يلا خلص واصلة. صباح الخير لكل مشاهدينا. اخبار مزبوط جديده كلها رح وارده تعمل فرق مع ناس، بالتحديد فينا نقول يمكن اللي عندهم اودي للوقت الحاضر، بنشوفها بعد هالفاصل. وبأول أتم رح نحكي عنه اليوم فكرة مهضومة لكل اللي بيحبوا يلعبوا جولف، أو اللي أوريدي عم بيلعبوا جولف بس بدهم يحسنوا من أدائهم. على طول في عنا هالكلوب اللي عم نقدر نمسكه، كيف السوينج تبعنا بده يكون، كيف الحركة، قد ايه السرعة، كيف البوزيشن للراس الكلوب، كل هدول شوي صعب نشوفهم أو نعرفهم
الا اذا في شخص عم يصورنا لحتى نقدر هيك نحسن. هلا بعد في ابلكيشن جديده فري على على تليفوننا فينا ننزلها، كان اندرويد ولا كان اي او اس. والفكره هي ديفايس صغيره بنحطها مثل ما عم نشوف بالصوره على اول هال كلوب. هالديفايس هي فيها تقرا كل شيء عم نعمله، يعني فيها تقرا الحركه، السرعه، اتجاه الضربه تبعنا، كله بهالديفايس الصغيره اللي قادرين نشوفها، اسمها سوينج بايت 2. الحلو فيها انه تقراهم وتبعتهم دايركتلي لانه فيها تكون موصوله بلوتوث على على هالتليفون، على الابلكيشن اللي عنا اياها تبعتهم دايركتلي على تليفونه وفينا دغري نشوف. هلا الافانتاج الثاني اذا كنا بدنا نصور، حتى فينا نصور بالتليفون وفي بالابلكيشن نفسها فينا نعمل سبليت بيكتشر، فينا نعمل سبليت نشوف الصوره وبذات الوقت نشوف المعلومات اللي عم تعطينا اياها هالديفايس وتقلنا اذا وين لازم نصحح، بذات الوقت بنكون عم نشوف نحن كيف حركتنا عم بتكون. فكل هيدول بيساعدوا هالشخص اللي عم يلعب جولف، اللي بده يلعب او اللي اوريدي بيلعب منيح جولف بس بده يحسن من ادائه، بيقدر يحسنها بهالطريقه بواسطه هالديفايس الصغير اللي فيها تساعد. مع انه حكينا كثير من قبل، انا حكيت كذا مره عن كذا ديفايسز، بس هيدي بعتقد يمكن اصغر وحده واكثر وحده هيك براتيك بلاقيها، لانه دغري كونكتد وهالكونكشن الدايركت كونكشن مع التليفون بتقدر تعطينا دايركت انفو لحتى نقدر نحن اون ذا سبوت، مش بعدين نشوفها، فينا نشوفها بلحظتها ونقدر نصلح شو لازم نعمل. فكل هدول المعلومات مثل ما عم نشوف هون على السكرين الصغيره على التليفون بركي او حتى على تابلت وات ايفر، عم نقدر نشوف كل شيء لازم يتصلح والطريقه اللي نحن عم نستعمل فيها الكلاب تبع عم نحكي الجولف. هلا الايتم اللي كثير حلو بقول انا شوي هلا رح يغير من تقريبا طريقه استعمال هالسياره. عم نحكي عن الاودي، اودي الاي 3 بالوقت الحاضر. شو الافانتاج اللي الجديد اللي عندنا اياه؟ عاده هاي رولا صباحو كيفي؟ كل واحد عم يستقبلنا على طريقته اليوم، لاحظت؟ عادي كيفك فادي؟ ماشي الحال؟ كود. كنت عم بقول الاودي عاده انت اذا صار معك شيء بالسياره او اذا ضوى شيء بتابلو السياره يمكن ما تعرفي شو هيدي الاشاره، شو هي تحديدا. فاول شغله بتعمليها يمكن بتوقفي بتفتحي التابلو الجلاف كومبارتمنت، بتشيلي الكتالوج وبتشوفي شو بتعني هالاشاره اللي مضوية، هالضوء اللي مضوى بالتحديد. بينما هلا صار في بعد شيء اسهل من هيك، على كثير اسهل، انه عندك ابلكيشن اسمها اوجمانتد رياليتي بس معموله بالوقت الحاضر لاودي واودي الاي 3 بالتحديد. هيدي ابلكيشن بركي بتحطيها على تليفونك بيضوي شيء بالتابلو، انت بتحطي الكاميرا تبع انت عندك اياها على التليفون، بس بتحطي بتفرجي على الكاميرا شو اللي مضوى، والتليفون هو او هالابلكيشن هو بيحلل المشكله. Exactly. هو بيقول لك شو المشكله، هو بيقول لك وين الحل، هو بيقول لك القصص اللي لازم تعمليها لحتى توصل للحل. فشغله هينه وكثير بسيطه بس كثير مهضومه وكثير سريعه. يعني هيدي بس ابلكيشن خاص للاودي للاودي هلا الاي 3. هلا الحلو انه تنعتبر نقص المي ضوء عندك ضوء بالتابلو، يمكن ما انتبهتي انه هيدي المي بتحطي تنعتبر على هالكاميرا على الضوء، بيقول لك انه هي قصه مي، بذات الوقت بيقول لك وين تروحي بالمطار وشو لازم تعملي. يعني بدل ما تقعدي تقريهم كلهم هدول الاخبار هو رح يفرجيكي اياهم. اكيد ما رح اقراهم كلهم، ما مرات لازم تقريهم لحتى تكفي. شو بتعملي؟ بتتركي سيارتك على طرف الطريق؟ فالفكرة انه اكيد في معلومات بتقريها حتى على السكرين، بس الحلو انه عم بتشوفي بذات الوقت صور حتى فيديوز شو لازم تعملي اكزاكتلي بحيالله موقف انت تعرضتي لإله بسيارتك بالاودي بالتحديد. فهيدا اول هيدي اول بعتقد اول مره من مغريات الاودي الجديده. صحيح بس هيدي فكره كثير حلوه لهلا، لانه بعدين رح يتبنوها كل شركات السيارات. هي الفكره الحلوه فيها انه بعدين رح تحسي حالك انه انت صار فيك تصلحي سيارتك اون ذا سبوت،
بدل ما يمكن تنقطع على الطريق وتنطري لحتى تجي البلاطة تشيل السيارة وتاخذها على الجراج. محليا الحلو فيها عنا خاص بلبنان انه صرت تعرف انت قبل ما تتوجه عند الميكانيك تعرف شو المشكلة بسيارتك. صح 100%. بتحدد كثير شو هي المشكلة مما تكون مشاكل واسعة بيطرح عليك الميكانيك، فمن هالمنطلق عم نوفر مصاري. ويمكن مزبوطة يمكن لا، وهدول الاخبار صحيح ما بنعرف. صح انه تروح الميكانيك وهو اختصاصه اكيد، شو بتعرف انه كيف بدك تعرف شو عم بقول لك؟ اذا قال لي بدها غيار كذا وكذا وكذا شو كيف بدي اعرف؟ ما فيك تعرفي اكزاكتلي. بينما بهالطريقه صار على اللي مثل ما انت قلتي صرتي اذا حددتي المشكله اللي له تليفون بيقول لي هيك هيك هيدي المشكله صلحها. ثالث ايتم من بارت، حكينا كثير عن بارت بزمنات، حكينا عن البلوتوث للسياره، حكينا عن سبيكرز بنحطه بالبيت، نفس السبيكر تقريبا نفس الشيب اللي بيشبه الموديل اللي حكينا عنه فيليب ستارك، هيدا اسمه بارت زيكمو سولو، بس سولو لانه سبيكر واحد هذا الديزاين تبعه، وبذات الوقت هو دوك لحتى تحط عليه يور ايفون او ايبود لحتى تسمع ميوزك. وال 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 والحلو كثير بالفكره انه بقيوا على الكونكشن القديمه، لانه لقوا انه بعد في كثير بالعالم ايبودز او ايفون على ال 30 بن مش الجديد، مش هيك بقيوا على الكونكشن القديمه، بس بذات الوقت حافظوا على هذا الديزاين الحلو كثير. هذا الديزاين فيه سبيكرز، اثنين سبيكرز واحد سبوفر، فهو اتس لايك 3.1 بس هن بيقولوا اتس 2.1. وسبيكرز بيقدر توصل عم نحكي الباور تبعهم ل 100 وات ار ام اس اللي هي نسمع جود كواليتي، وبلوتوث كونكشن يعني انت وقاعده وين ما كنت بالبيت يو كان كونكت لسبيكر وضلك عم تسمع ميوزك بكل بساطه بكل سهوله. اذا ما بدك واتس بورتابل يعني فينا ننقلها من اي غرفه لغرفه. ديفينتلي اكزاكتلي. وحتى منك مضطر تحط يور فون او يور ايبود بالدوك، يعني فيكون معك وبذات الوقت انت عم تسمعي الميوزك منه. في هي تكون بغرفه وانا اكون مع التليفون بغرفه ثانيه. اكزاكتلي اكزاكتلي. هيدي الكونكتيفيتي هي قصه بلوتوث بس حسب قديش ما يكون كثير بعيده يعني. بس اهم شغله انه حتى فيك تفوتي على الـ on the internet، فيك تفوتي on the internet وفيك تعملي كل شيء settings بكل سهولة. هدول settings كلهم إذا بدك عم نحكي عن equalizer، هدول الأخبار تعملي settings للسبيكرز وونس خلصتي فيك تبلشي تسمعي the very good quality of music من هالديفايس اللي هي من Parrot. Nice Parrot. رح ننتقل لاخر اخر اخر خبريه. عاده نحن بالشتي وهلا رح يبلش نوصل لموسم الشتي، على طول اكثر شيء بسقع بالجسم وبيضل مسقع لو قد ما بنضفيه هو انا الخبيره الاولى بلبنان هو الاجرين. مشان هيك الطريقه الوحيده او مش الوحيده اللي بتحكي والايدين تدوس بشرفها حدا ايدي هيك بيقولوا له بقى اي مشكله على مدار السنه. هلا الايدين هيني بس عادة لأنه كيرسي exactly. والأطراف بس يكونوا مسقعين الجسم بضل مسقع بضل بردين. مشان هيك هالثيرمال سيل مش رح قلك أنا شو الحل عندي، أعطيني أنت حل جديد. هيدي الفكرة ثيرمال سيل هني إذا بدك مثل ضبين بينحطوا بقلب الشوز بيشتغلوا على البطاريات على ريموت كنترول وبتدفي إجريك بكل سهولة بقلب الشوز بيعطوك حرارة أنت بتقرري. هيدي لما بنتنقل بالنهار كل نهار. لا أنا بدي شيء بالليل فادي لما نايم. بكره بلاقي لك حل. في حل قديه صعب يخترعوا كلسات هيك. في حال بس هو هي مش منيح اصلا تنامي بكلسات لانه بيحبسوا الدم يعني من هي عم بتشد. نايم بهول الويستين مثل الفرو اوكي وبشوي بيحمى جسمي على ساعه ساعتين. لا في قصص بتحكي بلاقي وحده هون ووحده هونيك بس فكره هيدي كثير حلوه هيت انسولز لانه كثير حلو انه بحيال لو وقت بس مبينين السميك ما بعرف قد ايه براكتيكال مش كثير مش كثير بدنا نجربهم يا فادي بالنهايه اتس ا نايس كريسمس جيفت. اكزاكتلي اكزاكتلي. موجودين عندنا؟ لا بدنا نلاقيهم على الانترنت. على الانترنت فينا نبلش من هلا نفتش عليهم. ثانك يو فادي exactly. حلوين اخبارك اليوم. ثانك يو بتمنى لك نهار ممتع. لإلي كمان ودائما منوره بوجودك. بنشوفكم نحن مشاهدينا بعد البريك.